يوم عندنا فيلا للبيع، فيلا مستقلة داخل مجمع فيلل، بتيجي الفيلل بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. الفيلا اللي هنشوفها النهاردة عبارة عن 4 غرف وصالة، بيجي معاها 3 حمامات، طبعا بيجي عنده غرفة ماستر، نظام طابقين زي ما احنا شايفين. ده شكل المبنى من الخارج، ودي حدود الحديقة الخاصة بالفيلا من الشجر اللي هناك ده او من العمود الاضاءة دوت كده لحد هناك. وعندي طبعا الفيلل مواقف السيارات بتاعتها كلها مغلقة بالشكل دوت. خليني برضو ابدأ من المدخل افضل، وبعد كده نشوف الفيلا من الداخل مع الحديقة مع التفاصيل كاملة. هو ده كده مكان الاوتو بارك مغلق، وهي دي كده الفيلا بالشكل ده. عندي هناك ده هيبقى المدخل، ودي الحديقة حبينا نعملها زي ما الجار كده عامل، قافلها وعامل ليها باب بحيث جانا ضيوف ولا حاجة وممكن يدخلوا على الحديقة على طول بالشكل ده. هنا يتعمل الباب ومدخل على الحديقة، وقدامها مفتوح بالكامل، هنشوف بالظبط. خلينا نشوف الفيلا من الداخل. عندي هنا ده مدخل الفيلا، المدخل اللي جنبينا ده دي فيلا تانية حبينا نفصل، برضو نفصل مفيش مشكلة. عندي هنا ده المدخل، مدخل هنا ممكن نعمل الجزء ده كده يتحط دولاب، او هنا السقف بتاعها عالي مرتفع. بيجي عندي هنا ده حمام بيجي كامل معاه شاور، لان انا عندي غرفة نوم تحت بحيث جالنا ضيوف غرفتهم تبقى موجودة بالحمام بالشاور كل حاجة. بعد كده بنيجي هنا ديت للصالة، الصالة بتيجي بالشكل دوت. هسيب لكم المساحات بالظبط في صندوق وصف الفيديو. الارضيات كلها سيراميك تدفئة ارضية. عندي شباك هنا كبير زي ما احنا شايفين مدخل اضاءة كويسة جدا، وقدامه مفتوح، وعندي مخرج من هنا على الحديقة. وعندي هنا ده المطبخ، المطبخ ليه باب من بره وليه هنا من الصالة، مش حابين يبقى مفتوح كده ممكن نقفله عادي مفيش اي مشكلة، ويبقى مدخله من الجزء ده كده. ده شكل كده، ده شكل دولاب المطبخ بالشكل دوت. وعندي هنا ده مخرج على الحديقة، الجزء دوت ممكن نقفله بحيث ممكن نستخدم الجلسة ديت في الشتاء. دي كده الحديقة زي ما احنا شايفين، جنبينا فيلل جيران ناس ساكنة، وعندنا فيلا الناحية التانية برضو الناس ساكنة. دي كده شكل الحديقة. طبعا انا عندي حمام سباحة مشترك للمجمع كله كده لحد هناك، دي كده حدود كده ده الفاصل الخاص بالحديقة. خلينا نكمل تصوير من الداخل زي ما احنا شايفين مفتوحة ازاي. انا عندي الساحل هناك بتاع باشا اسكلاه، مفيش حوالي تقريبا ممكن نقول 2 كيلو او 1.5 كيلو مش اكتر من كده. عندي هنا دي غرفة نوم موجودة في الطابق السفلي، سقف مرتفع زي ما احنا شايفين. وعندي هنا دوت مخزن، الجزء ده استخدمه كمخزن. هنيجي نطلع الطابق الثاني فوق، بيجي عندي 3 غرف نوم، بيجي معاهم 2 حمام منهم غرفة ماستر، وغرفة الماستر بتيجي فيها دولاب ملابس، غرفة دولاب ملابس. السلم بتاعها مريح واسع. الطابق التاني بيجي بالشكل ده، دي غرفة 2 3، وادي هنا الحمام مشترك اللي يخدم الغرفتين، بيجي بالشكل دوت، مغسلة شاور، وهنا مكان كبير للغسالة ممكن نحط برضه الرشاف. هنيجي بعد كده دي غرفة رقم 2 بتيجي بالشكل ده، زي ما قلنا الأرضيات كلها سيراميك بالكامل. ودي الشقة الغرفة رقم 3 سوري،
برضو تيجي بالشكل ده. وعندي هنا دي الغرفة الماستر، ده هنا مكان لدولاب الملابس بس مقفول. وعندي هنا ده الحمام الخاص بالغرفة الماستر، وهنا دي الغرفة كده. شباك، شباك برضو كبير بيجي فيه بلكونة. عندي هنا دي البلكونة بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. وعندي الحديقة تحت. الشقة دي الفيلا دي معمول عليها عرض سعر جدا مناسب مقارنة بالفيلا اللي موجودة في نفس المجمع، أرخص منهم بكتير. هسيب لكم التفاصيل كاملة في صندوق وصف الفيديو.